شهد ملتقى البحرين للحوار المنعقد بالمنامة الدعوة إلى علماء الدين الإسلامي في العالم أجمع إلى المسارعة بعقد حوار إسلامي جاد من أجل إقرار الوحدة والتقارب والتعارف ومن أجل الأخوة الدينية والإنسانية. وخلال الجلسة الختامية للملتقى بحضور شيخ الأزهر الشريف وبابا الفاتيكان وملك البحرين، تم التشديد على أهمية أن ينص في قرارات هذا الحوار على الوقف التام لخطابات الكراهية المتبادلة وأساليب الاستفزاز والتكفير وضرورة تجاوز الصراعات التاريخية والمعاصرة بكل إشكالاتها ورواسبها السيئة.